ماذا لو مفيش بلاستيك؟ ياه، كان زمان العالم لسه نضيف. الطيور هتبقى أسعد، والحيوانات هتبقى صحتها أحسن، والأسماك والدلافين هيبقوا أحرار أكتر من اللي احنا عملناه فيهم، والأكيد إن السماء والأرض والبحر هيكونوا أنضف وأجمل. طب وإحنا حياتنا هتكون عاملة إزاي؟ ما كناش هنقدر نبني الحضارة والتقدم والتكنولوجيا اللي عايشين فيها دلوقتي. اختراعنا للبلاستيك كان أساس حضارتنا. من غير البلاستيك اللمبة كانت هتفضل بسلكين تنجستين متصلين ببعض، ومش هيكون عندنا كل أشكال وألوان الإضاءة الموجودة دلوقتي، والكهرباء المتوصلة في كل المباني والبيوت والمكاتب كنا هنوصلها بإيه؟ والدوائر الكهربائية الرخيصة المصنوعة من البلاستيك هي اللي خلتنا نقدر نعمل كمبيوترات، تلفزيونات، موبايلات. ومن غير البلاستيك مفيش انترنت، تخيل. وكان زماننا مزنوقين في اوائل الثلاثينات، وسخرية القدر بقى ان من غير البلاستيك ما كناش هنعرف نحافظ على البيئة. كنا هنعمل ازاي مثلا الواح شمسية تنتج لنا الطاقة نظيفة؟ ومن غير البلاستيك ما كناش عرفنا نحافظ على الاكل فريش، وده لان البلاستيك من اكتر المواد اللي بتحافظ على الاكل طازة. ازاي نعيش في عالم بنعتمد فيه بس على المعادن والاحجار والخشب؟ ازاي؟ بس وماله والله، ما نعيش مش احسن من اللي عملناه في كوكبنا؟ من وقت صناعة البلاستيك سنة 1907 وكل قطع البلاستيك اللي اتصنعت، واللي هي حوالي 6.3 مليار طن، كل حتة بلاستيك صغيرة لسه موجودة على الكوكب، لأن البلاستيك ما بيتحللش. ولو مش فاهم الرقم، علشان أنا برضو عادة ما بفهمش الأرقام، كمية بلاستيك أكبر من جبل إيفرست، تخيل. والحقيقة إن ده رقم مخيف، أولاً لأن جزء صغير جداً منه بيعاد تدويره، لأنك لو ما تعرفش فإنتاج البلاستيك أرخص أصلاً من تدويره. ولعلمك معظم الطيور اللي بتشوفها والحيوانات والأسماك اللي بتاكلها فيها بلاستيك، واللي بيقتل 100,000 كائن بحري سنوياً. سمعك وانت بتقول في دماغك دي مشاكل عالم اول، واحنا غلابه وفينا اللي مكفينا. فحب اقولك ان دي مشكله كبيره ومشتركه، لان في جسمك دلوقتي بلاستيك. يمكن نسبة قليلة بتدخلك عن طريق التنفس أو الأكل، بس الأكيد إن النسبة دي هتزيد، لأن دلوقتي وإحنا بنتكلم بيترمي في البحر بس لوحده 25 طن مخلفات بلاستيك كل دقيقة. وعلشان نبقى متفقين إن أوحش من بلاستيك هو البلاستيك اللي بيستخدم مرة واحدة بس، زي أزايز المية وأكياس السوبر ماركت وأكياس العيش والخضار، وبنرميها في أي حتة، في الشارع، في البحر، في الصحراء. طب ايه المطلوب مننا علشان ننقذ كوكبنا ونفسنا؟ ممكن اقولك ان اول حاجة تعملها انك تقلل استخدام البلاستيك في العموم، زي اكياس السوبر ماركت اللي ممكن تستبدلها بشنطة زي دي، او اقترح انك ترمي الحاجات في مكانها. واكيد لازم نوعي اللي حوالينا، ودي مسؤولية كل واحد فينا، بس للأسف كل اللي فات مش هيعالج المشكلة من جذورها، لكن العلاج الحقيقي للمشكلة في ايد حكومتنا اللي بايديها تسن قوانين وعقوبات تمنع استخدام البلاستيك اللي بيستخدم مره واحده من الاساس. ودي مش حاجه صعبه، لان في دول عملت كده فعلا، ودول عربيه كمان زي عمان وساعتها. هي دي الخطوات الحقيقيه اللي هتنقذ العالم. بس برضو ما تنساش ان دورك في انقاذ العالم مهم.